للمرة الأولى بيرتدي عريس جلباب والملابس الأزهرية الجميلة. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة الشيخ رائد يحيى الأزهري إمام مسجد الفولي في محافظة المنيا، وهو يرتدي في حفل زواجه جلباب كبير وملابس أزهرية الكاكولا التي يرتديها عادة علماء الأزهر ومشايخ الأزهر. ظهر في حفل زواجه وهو يرتدي الزي الأزهري الجميل، بينما عروسه ارتدت نقاب أبيض بسيط ورائع. لقى الأمر ده استحسان كتير من رواد السوشيال ميديا. قال الشيخ رائد يحيى إنه بيعتز كثيرا بزيه الأزهري ويحب إن هو يلبسه حتى في أفضل لحظات حياته. قال إن هو أقام ليلة الفرح بإنشاد ابتهالات دينية وحضور عدد من المشايخ، وأحيا الحفلة وأحيا اليوم ده بقراءة القرآن الكثير، وعمل بعض المسابقات وتم توزيع الجوائز، وإن هو لم يلجأ إلى الغناء أو ما إلى ذلك. قال الشيخ رائد يحيى إن أفضل لحظات حياته وهو يرتدي الجلباب والكاكولا الأزهرية. هو أساسا خريج كلية الدعوة الإسلامية، طالب ماجستير، وكمان عضو الهيئة العالمية لخريج الأزهر. يا رب تكون الصور اللي نزلت عجبتكم، وشكرا لكل اللي تابعني في نهاية الفيديو. أشوفكم بكرة إن شاء الله في فيديو جديد تمام الساعة 8. دمتم في رعاية الله.